تتوقع كابتن بمنطقي وواقعي الفيصل الآن أمام مواجهة أمام نادي نصر الحسين الجزائري وأيضا أمام النادي الوحدة الإماراتي، أيضا أندية عربية لها اسم قوي ولها قيمة كبيرة في كرة القدم، تتوقع الفيصل راح يوصل ويتأهل للدور اللي بعد هذا الدور؟ أنا بتوقع إذا كان عنده انضباط التكتيكي اللي شفناه في مباراة الأهلي، وأنه اللاعب الأردني خاصة والعربي عامة نفسية، إذا المدرب قدر إنه يطلعهم من نفسية الفوز وتاعت الأهلي، وما تقول الكبرة اللي شوي هاي بعد تفوز على نادي كبير، بصير عند اللاعب زي شوفت نفس شوية. صحيح. إذا قدر يتغلب عليها ويرجعهم على إنه هاي البطولة كل الفرق فيها سواسية، بيقدر انه يتاهل وينافس على البطوله. طب كابتن، بعيدا عن اسم النادي الاهلي المصري، اسم كبير ما حدا بينكر هذا الشيء، هل الفيصل يوم الامس كان مقنع في ادائه؟ انا قلت لك بدايه انه ما كان مقنع، بدايه قلت لك انه الفيصل ما كان مقنع، بجوز انه رهبه البطولات العربيه في لاعبين بالنادي الفيصل اول مره بيشاركوا عربيا. صحيح. اذا مش اغلبهم اول مره بيشاركوا عربيا. طب كابتن، في هاي النقطه اول مره بيشارك، اليوم الجميع بيقول لك الفيصلي خارجيا دائما